السلام عليكم اخواتي العزازات، كي دايرات؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا بصحه جيده ونهار جديد وفيديو جديد وروتين جديد. هذا البنات الروتين ديالي ديال نهار الاحد، وغنشارك معكم التقديه راه قديمه ماشي ديال نهار الاحد، ولكن الغدي والله ديال نهار الاحد، وافكار هكا كيفاش نخرجوا واحد الغديوه اللي كتكون غاليه على برا وحنا غادي نقادوها في الدار الثمن اللي ما غاليش. هذا البنات الدجاج بالصوص البيضاء كيجي خطير خطير خطير، كيجي واعر شي حاجه والله القسم ديال الريستورات الكبار. المهم غنشاركوا معكم وبسيط بزاف، وغنشارك معكم التقديه ديالتي، وغنشارك معكم الخبز في القلايه الهوائيه اللي كانت تحت طلب، بصراحه كيجي زوين. بالنسبه للعائله الصغيره اربعه الخبيزات قادينهم، انا تبارك الله عندي العائله شويه كبيره، كنعجن شويه الخبز الزايد، ولكن جا الخبز تاعها واعر واعر. وصافي هادشي اللي كاين، ونخليكم مع الفيديو وغنشرح للاخوات الفرق بين الفارينه وبين السبيسيال وبين الفينو، وغنوريهم ليكم ونخليكم مع الفيديو. فرجه ممتعه. وهنا غادي نبداو الغديوه ديالنا. تما راني سلقت الشي فلورا البنات، وهذيك الكميله الاخرى غادي ندير فيها الرز. انا درت 600 غرام ديال الرز، درت فيها 3 جبابن ديال الماء. الجبانيه اللي عبرت بها الرز هي اللي غنعبر بها الماء، جاتني زلافه ونص تاع الرز ودرت 3 ديال الماء باش كيجي داك الرز عبار بحال مفور. هنا خديت شويه السدر ديال الدجاج، يمكن نص كيلو يمكن كثر والله ما عرفت. المهم كانت عندي في الثلاجه، غادي نقطعهم هكا مكعبات. هذا راه الدجاج القديم اللي كنت خديت من المدينه، ما بقيتش كاع مشيت خديته. هنا الرز راه طاب ليا، شوفوا ما بقى فيه لا ما لا والو، جا بحال مفور. بالنسبه للاخوات اللي بغاو الطناجر ديال الانوكس، انا غنشارككم معكم ان شاء الله. هنا خديت البطاطا قطعتها غادي نسلقها، راكم عارفين البنات ضروري البطاطا مع الوليدات، غادي نسلقها وندير لها شويه الكمون مع مليحه مع شويه الخل، كتجي غزاله. هنا راني عجلت سبيسيال مع الفرينه، غادي ندير البنات واحد البطيبيطات وغندير الخبز في القلايه. هانتوما غتشوفوا النتيجه غادي تجي زوينه، سوا البطبوط سوا الخبز كيجي مخير. ما كثرتش البنات، درت غير شويه هكا، بغيت نبدل شويه من الخبز ديال الدار. صافي غادي نلولبو نخليه يرتاح وغندوز نكرصو. البطبوط انا ما كنخليهش بزاف واخا البرد، غير غادي نسالي نغطيه، غادي ندوز نجمع تما وغادي نبدا نخبز في البطبوط ديالي. هنا خديت هذا الشيء يقولوا ليه الدجاج ودرت زويته، غنديه ونجيبه في زويته يا البنات. هنا راه باقي ما طيبش البطبوط، ولكن هادشي ما خداش ليا الوقت بزاف، يعني نقول لكم ما كنخليش حتى يخمر بحال الخبز. هنا غنخبز البطبوط قبل من الخبز. درت البنات التحميره وشويه الخرقوم مليحه والقزبر يابس وشويه البزار ماشي بزاف، وغادي ندير شويه ديال الثومه وغندير شويه ديال الموطارد. صافي هادشي اللي غندير، ديك راه الثومه وغندير واحد شويه الموطارد. تصوروا غير هكا جا بنين، غير هكا باقا ما درت لا لا موتزاريلا لا الكريمه لا والو، وجا واعر. هنا انا غنطيبو، ملي غنلقاه طاب غنهزو، وهذاك الزيت البنات باش نخليكم زعما غير مع الفيديو ما نبقاش نصدعاكم. هذاك الزويته غادي نلوح، غادي نلوح فيها بصيله، بصيله تكون غير صغيره ما تكثروش البصله ياك. وغنخلي تما درت المقله، شتوها درت المقله كتسخن، باقا كاع ما كملت هذاك حيت ما نخليش يخمر بزاف، هو لا خمر بزاف ما كيبغيش تنفخ لينا. صافي غنلوح بصيله تما وغنحول، حيت هاد البوطه هاد الكابينه راه ديال المقله هي اللي عندي فيها العافيه كثيره، وغتجيني على قد المقله. راه البطبوط كيبغي العافيه شويه مجهده، ما كيبغيش العافيه مهيله، كيجي صامط، تكون العافيه ما بين وبين اللي غتنفخوا لينا هكا، يعني ما تنقصوش عليه، عكس المسمن كيبغي شويه العافيه تكون هكا مهيله. صافي راه حطيت بطيبتي، كي حطيتها كي قلبتها ماشي بزاف، يعني باش تجينا منفوخه وتجينا زوينه. هنا راني قلبت البنات الكوانن، والبصيله راه كتشحر، شتي البصيله راه كتشحر بديك الزويته. هاي بدات كتنفخ البطبوطه وجاني كامل هكا، جاني منفوخ زوين كامل، كيجي بنين بالقمح. هاد سبيسيال والله الا مخير اختي نيت، قالت لي مني قرب رمضان ما غنكيلش غناخذ، قالت لي 25 كيلو ديال الطحين سبيسيال هو اللي غدوز بها هكا بطبوط عجينه وداكشي. شوفوا كي جات محيمره وزوينه. هاد المقله كان جابتها لي خديجه قمر الله يعطيها الخير، وغزاله.
صافي هنا ديك البصيله جددت لها حكه، زدت لها شويه البزار وزدت لها شويه ديال التحميره وشويه الملحه، هذه العطريه اللي زدت هنا. راني البصله ذابت ما بقاتش عضرويت. بالنسبه للقله هي البنات كتحمر من الفوق وكنقلبوا فيها الخبزه، يعني راه ما طيبش لك من التحت الفوق بحال الفران، لا وتا الفران ديال الضو حتى هو كنقلبوا فيه الخبز بعض الخطرات ما كيطيبش من التحت. ولكن الصراحه واحد الخبز جا واعر، داك الخبز المشبك اللي كيجي خفيف وزوين، هو خايبه لكم غريضه خفيف. هنا زدت واحد الكاس ديال الكريمه. بالنسبه للصوص كيبقى على حسابكم نتوما، واش عندكم شويه واش عندكم بزاف. درتو شويه ديروا غنص كويس، درتو بزاف ديروا كويس. وحكيت الموتزاريلا، هنا غنوريكم هاد الموتزاريلا اللي درت زوينه، هاد الخضره اللي كنت شاركت معكم كنت خدتها من المدينه هي هادي، واعره دايره شي 55 ولا 60 والله ما عقلت. غادي نحك هنا الموتزاريلا نكمل الحكان. هنا الخبيطه ديالتي طابت، شو كي جات واعره. انا غنقسم معكم باش تشوفوا، راه قسمت معكم الاولى ونقسم معكم حتى الثانيه، المهم درت ثلاثه جاوا كلهم زوينين. شوفوا ها انتم شتو كي جا، جا واعر ديال الزبده بلديه، انا عندي زبده بلديه جا واعر. صافي هنا طاب. بالنسبه للصوص غير اختارت اه، وما تلوحوش الكريمه حتى يغلى الماء، داك الماء اللي رويتو به البصيله والدجاج حتى يولي هكا يتجالب عاد رميو الكريمه ديالكم، ما ترميوهاش وهي وداك داك الماء بارد، داك المرق بارد اللي حتى يغلى. صافي هنا كنحط كل واحد في الطبيسيل ديالو، مول الدار ما عندوش مع هاد الماكله اطلاقا، ما كلاش طبسيلو تقريبا، بقى واحد الطبسيل غتشوفو اخر هذاك ديال نهيله حيت كتحماق على هذا. حنا مول الدار كيبغي الماكله تغماس، ما كيبغيش هادشي الصراحه، نقول لكم دوز غير الشي فلور بالبطاطا بالخبيز، هذاك هو طبسيل نهيله، ما بغاتش هي شويه بغات هي بزاف. وصافي هذا هو غدا نشاركته معكم، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. دابا غنمشي للبيم غنتقدى شي حاجه كانت خاصاني وشي حاجه راه كانت عندي غنصورها معاكم. هنا راني مشيت للبيم، شتي الطرموسه ديري اليوم 185 البنات درهم، جوج وحده فائطره وقيله ونص وحده جوج يطر والله ما عقلت. المهم قلبت صنط شد في الاخر ما خديتهمش. هنا غنوريكم الطحين اللي كاين في بيم، حيت انا مشيتش فاش مشيت لاعتقد وما صورتش. هنا كاين هاد الماركه ديال مزيه، هذاك هو سبيسيال وهذاك هو الفينو، ها هو الفرق. بالنسبه للفينو مكتوبه فينو، وبالنسبه للسبيسيال كاين دقيق قمح الصلب، وهذا دقيق مستدير خاص هو الفارينة. صافي درت واحد الدويره تقديت شي حاجه اللي لقيته هنا زوين، هو واحد الشبكه ديال ديال النشير ديال الحوايج، انا كنلقاها بجيميه ب 200، فاش رجعت قلبت لقيتها ب 250، داو لها 70 درهم تما، كانت عندهم واقيلا بشي 114 ولا 100 وشي حاجه، داو لها 70. مره هكا تشيلو على قبل شي هميزات كيكونوا. وخديتها ب 69 درهم، صراحه زوينه، نوريها لكم في الدار ملي غنمونطيها تشوفوها معايا. صافي ودي التقديه ديالتي البنات اللي باقي خاصني، لقيتو ناقص شريتو وصافي، هادشي اللي كاين. المهم نخليكم مع الدويره خفيفه. اه غنمشي بلاصه الزبده وغادي نهز واحد الطريب ديال الزبده صغير، ديري ليه 10 دراهم في 100 غرام، و 200 غرام دايره 25 ومع 22 والله ما عقلت. واحد الراجل هو واقف حتى كيتقدى ويقول لي شوفي السيري، قال لي اتقداو، قال لي والله جبت الزبده، جبت قال لي كيلو ب 100 درهم، ما مقدرش نصور على الماركه اللي خدا. اه لا قال لي جوده، حيت شافني هذا جوده، قال لي نفس الماركه اللي في يدك جوده زوينه 100 درهم. انا الصراحه كناخذ ديك الزبده اللي شاركت معكم، انا كتعجبني هذيك، راه ماكله وحلوه والسلو، راه هي اصناف المذاق ديال البلديه، وهي راه ما غتلقاوهاش ديما غير توصل تعرفوا شي واحد كاين في ديك قصريه السلام ولا دوك المحلات اللي كاينين في كراج علا راه كيجيبوها، توصل شي حد يخليها لكم، ولا من يجيبها يعيط لكم حيت كتكون مره. هذيك شنو هذيك ملي كيقادو هاد غاسترو كيقادو الموتزاريلا، كتبقى ديك الفراره ديال الحليب كيشدو كيديروا منها الزبده. انا كان قال لي السيد داكشي باش كتلقاوها بحال البلديه تماما، وشحال دايره؟ دايره 85 درهم اللي دايره، يعني ناقصه على الزبده كلها. انا هذيك بالنسبه لي كتعجبني، تقريبا جبت من 3 كيلو جبت. هاي البنات انا جبتها وركبتها، راه كانت كدير شي 100 وشي حاجه وداروا لها 70 درهم، وزوينه الصراحه كانت عجباني، كنت كنلقاها بجي 100 و150 140، ومن لقيتهم ناقصين منها
ملي لقيتها ناقصه في بيم جبتها. هنا راه جوج هادو، كاين الاول وكاين الثاني، باش تتوسخ غادي يتبدل. هيا زوينه كتبقى احسن ديال البلاستيك الحقيقه، واخا البلاستيك صحيحه. هادي راه ما يمكنش انا نطلعي فيها الحوايج للسطح، لا هذا ديكور اصلا. ايه ديكور صافي. غنوريكم البنات بالنسبه لهذا الدقيق ديال سبيسيال اللي شحال من اخت ما عرفاتوش. وريت لكم قبيله بيم، وريت لكم الفرق بينه وبين الفينو. الفينو كتكون فيه فينو، وهذا راه كتكون فيه فارين اكسترا، وبالعربيه ماما وريت لكم قبيله، انا غنعاود لكم هنا داخل القمح الصلب كتختلف غير النوعي غير السميه. هذا داليا، كاين نور الدار، كاين بزاف، كاين تريا، كاين، ولكن راه بيني وبينكم راه خبزو كيجي زوين مسمن وواعر بطبوطه وواعر. بزاف الناس ما عارفينوش راه هذا اقتصادي على الفينو، حنا كنمشيو غير مع الناقص البنات. ها نتوما راه كلشي واصله في العظم. زعما هكا شي اخوات يقول لي عندك القناه، انا كنحط غير 3 ايام في السيمانه اللي كنحط صافي، ما كنحطش كل نهار يعني، بلا ما ندوي على 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 الارباح ديال اليوتيوب. راه كنشوف انا قنوات كيلوحوا كل نهار وكيضربوا مشاهدات اكثر مني وكيقولوا راه ما كاينش. انا ما كنبغيش ندوي في هذا الموضوع حيت اصلا ما لكم حتى شي نبقى نبكي عليكم ونقول لكم ما كاينش ما كاينش. والحمد لله الانسان عايش باش ما عطى الله، اللهم لك الحمد. يعني هذا الشيء انا راه ماشي غير دابا، راه من بكري كنقلب على البدائل. ملي كتكون شي حاجه غالي كنقلب على البديل. الدجاج غالي والله ما كنشريه، والله البنات ما كنشريه، كناخذ السير ديال واعر 1000 فرانك الكيلو مخير. اللحم كنجيب شويه، كنجيب داك الكيلو كيضرب ليا شحال وصافي. راه كاين باش الانسان يعيش من غير الدجاج ولا هذاك الشيء اللي عندي طيب تقبيل راه قديم عندي. هذاك كدجتو البنات من المدينه. هاد الماركه، هاد الماركه انا كتعجبني، هاد ايسيل كتعجبني البنات في الفرينه. انا غنوريكم ديك الفرينه ديالها كي داير. هذا فور، شوف كي داير هاد الكيكات وداكشي واعر فن. انا هادشي راه حليتو، غير باقي ما درتش في الخنشه على قبل باش نصوروا معاكم. ها هو الفرينه، ها نتوما. انا ملي كنلقى كاين هذا ايسيل وكاين لوكسور، انا ملي كنلقى ايسيل ما كناخذش لوكسور، عرفتوا علاش؟ هذا احسن منه بألف درجة. هذا 25 كيلو بمية درهم. هذا هو الفورس الحرش، ولكن أنا كنقول لكم دقيق الفرينة حيت كاين واحد نوع من أنواع الحبوب بحال القمح كيشبه القمح، غير هذا القمح وهي كتقول هي سميتها فرينة، كتكون الحبة ديالها شوية غليظة. ملي كنطحنوها كنخرجوا منها الفرينة، ونخرجوا منها الفرينة بجلوفة، الفرينة بنخالتها، وكتكون بلديه. ولكن حتى هذا زوين واعر المسمن الكيكه. كتجيبي الكيكه، واحد الاخت سولتني كتجيبي الكيكه كتجيبي الحلوى حتى هو زوين. صافي هادشي اللي كاين. ونوريكم الملحه، الملحه اللي شريتها ب 1000 فرانك على اخر ايامي، شريت الملحه ب 1000 فرانك. ها هي البنات ردوا البال، انا حيت كندي الملحه بخمسة دراهم، وكاتبين هنا كيلو، مني عبرت لقيت فيها 800 غرام ما كاملاش كيلو. هاهي الملح المطبخ مزود باليوم، فيها تقريبا واحد هي ديك الأونزا فهمتي مصادق عليها، مو داكشي ديال، ولكن غالية، فيها 130 ميليغرام ديال اليود. خديت جوج بربعمية ريال. أنا عند بالي المش مشى الملحة، أنا عند بالي زعما كاين ليا بخمسة دراهم. مني جيت كراجع الورقة لقيتها بألف فرانك الوحدة، جوج خلصتهم بعشرين درهم. سيت بنت هاد الشامبينيون خديت جوج، خديت 7 دراهم ومع 8 دراهم خديت جوج هكا البريوات وداكشي، وخديت هاد الباكيه ديال الفرماج، راه هادشي اللي بقى فيها، بقاو فيها جوج حيت التقضيه راه عندي تقريبا شي 10 ايام دابا تكون. يلا كتاب باش نشاركها معاكم. بالنسبه لواحد الاخت كانت سولتني على الشامبوان، ها هو هذا زوين كيخلي الشعر طاب وزوين. هذا انا جابتو ليا اختي تيكا ملي كانت جات، جابتو ليا وتختي مصيفطه ليا منه. هنا ما بقيتش عاود ترجعت باش نشوف واش المهم كي كيجي، ولكن ما كيبقاش، كيكون بواحد النسبه قليله في المرجان، ما لقيتوش داك النهار. بالنسبه للتقضيه، التقضيه القديمه بطبيعه الحال كانت معاها هذا الحليب، راه التقاده باقي هذا صافي. صافي التقاده هكا نديرو الفطور، هادو
ثلاثه واش كيدير هنا هذا مساج جابسو ليا فحبسي. هادو كنت خديت جوج من بيم بست دراهم الوحيده، خدت من قبل الثلاجه دوك القريعات ديال الصوجا ودوك الزيوت ما كنلقاش كيفاش كيبقاو يطيحوا ليا، وخديت هذيك. ولكن تنجيب ان شاء الله الثلاجه جديده دابا نشارك معكم، باقي كاع ما جبسه وننظمها وتشوفوا معايا كي غيجي. وهنا السكر البنات تقريبا استهلك جوج، حيت دابا عرفتو كيكون البرد كنعمرو اتي شويه بالزيت. وخديت معايا الفاخر هذا على قبل البخور. وهنا وهنا هذه التقطيه ديال البيم اللي شاركت معاكم هي دابا، خديت هاد الشعريه هذا على قبل الحريره وداك الشيء. وهذا الحليب جبتو الريحانه زي، واخا هي كبيره هذا الحليب كتموت عليه حيت حلو وفي مذاق البانيه كامله. هذا بعدا على الاقل باقي ب 12 درهم، اما الاخر داير 5 داير داير 16 درهم. هذا باقي ب 12 مزيان وكيرغوي وفن وريحه والريحه فيه واعره. هادو ب 5 دراهم البنات، خديت ثلاثه بركه. الاغلبيه دابا كندير الحسو وانا العشاء. هذا الكسكس الرقيق ناقصين فيه دايرين ليه كيلو ب 10 دراهم، وتقريبا الكيلو في الزنقه راه ديال 13 درهم. هانتوما كما كتشوفوا راه ما جبتش شي حاجه اللي راه جبت غير المهم، داكشي اللي خاصني هو اللي جبت. هذا هو الكسكسو هذا، هذا ديال البلبوله ها هو شتو راه مفور، هذه راه كنشدوها كنفزقوها بالماء وكنفورها كتجي واعره. جبت هذا البنات ديال اليدين، كنت شاركت معكم واحد الواحد زوين دار غير 13 درهم وكبير. ايسيل حتى هو مع تاصيل ما عقلتش عليها البنات، ما بقاش ما بقاوش جابوه. قالت لي واحد الاخت قالت لي كتمشي تبيني داكشي ديال البيم كيحيدوه، ما عرفتش اش حيدو والله ما عرفت، ولكن هو راه كبير ورخيص. هذا ب 16 درهم ولكن تا هو زوين، رفيت واخده انا مخير، ما خديتش صابون حيت عندي هادو خديتهم هادو، هذا حيت عندي واحد محلول وهذا ما غنحلوش دابا. هذا كيعجبني ملي كنلقاه كنشري هاد لابريري. وخديت هاد الديليسي ديال الكونفيتير المشمش، زوين زوين المذاق ديالو زوين وتكفي دوك الطريفات ديال المشمش. بالنسبه للصابون ديال الماكينه انا راه كناخذ البنات داك الكبير ديال 10 كيلو كيدي ليا الشهره، لا تم الشهره والدهره. خديت هذا اللي كان طاح ليا وتفرقع انتم، هذا ب 47 درهم، هذا راه كان غير ب 35 راه تزاد. هذا واعر مني كندير الاخر كندير واحد الغلاقه من هذا، كيخرجوا الحوايج واحد الريحه فيهم واعره وكيخرجوا زوينين. بعوض نشري انا معطر هكا غالي، هذا راه صابون ومعطر يعني حتى هو كنعاون به التيد. وهذا كان عندي كنت واخده باقي ما تقاداش ليا باقا فيه شي حاجه. وخديت البنات جافيل ها هو، ها هو باقي ما حليتوش كاع حيت كان عندي من القديم. وخديت هذا حتى هو وهذاك راه باقي عندي من القديم، ديما كتكون شي حاجه وكنزيد عليها شي حاجه. يقدر الشهر الجاي انا غنجيب غير شي حوايج الاساسيين، بحال قالت لي اختي نشريو قالت لي داك الروز البسماتي ونقسموه شي حوايج نقسمهم انا اختي بالنسبه لهكا الشهر رمضان. الا قسمنا الله ولحقناه هي هذيك، الا ما لحقناه حنا غيبقى لوليداتنا يعني حتى حاجه ما كتضيع. يعني هادشي انا كنقول ما كنشريش انا المواد وكنخزنهم، كنقول هادو تيقرا رمضان ونتقداوهم، يعني الشهر الجاي غنتقداو رمضان ماشي غنخزن، غنتقداو رمضان. اما انا راه حدي خديت طارو ديال نيدو والفيرميسيل، عرفتو شحال وصل نيتو دابا؟ وصل 234 درهم، أنا خديتو ب 200 درهم، هو اللي خديت وخديت الفيرميسيل هادشي أوطون، ما خزنت حتى حاجة والله ما خزنت. وهنا خديت البنات الجيطرو ديال ويلور حيت باقي عندي شي حاجة قليلة، وخت هذا باش نكمل بيه الشهر. صراحة هاد الشهر هذا ما ضيعتش الزيت بزاف، حتى المسمن كنديرو بشوية الزيت وطريف زبيدة. وخديت المعطره البنات هاد الماركه ديال سانغو، سانغو هادي سانغو سانغو 10 دراهم مع 9 دراهم واعره نهينا ما عجبهاش حالته ريحته. انا عجبني اللي عندكم البنات والله حتى واعره ريحته، والله حتى مجهد كيخنق، مجهد كيخلي الريحه زوينه كيغطي على الروائح الكريهه. لا كيخنق اش من كيغطي على الروائح، هي يخنقها. مصطفى شميت هاد الريحه ولدي كي جاتك؟ كنت شم وصافي هي التقضيه تقريبا ما عقدتش. المهم انا كنت خلصت بيه واحد 300 درهم، ومرجان خلصت فيه اتقدا وخلصت فيه 400 درهم، وحيت هكا خديت داكشي شويه هنا وشويه هنا ما عقدتش. المهم هادشي باش طلعت عليا التقضيه.
وهذه هي التقديه ديالتي، ويا ربي نكون وضحت الاخوات اللي بغاو يشريو الطحين ويسمحوا لي، حيت شي اخوات كانوا كيتسناو فيا مساكن هكا نحط باش يتقدى، ولكن كنواعدكم ان شاء الله التقديه ديال شهر 3 غنحطها لكم في الوقيته. ان شاء الله نتلاقاو فيديو اخر، ما غاديش ندوي معكم بحال هكا، غادي يكون ان شاء الله الامور تصالحات، وغادي تجيكم ان شاء الله خديجه واحده اخرى ان شاء الله باذن الله، وبهضره زوينه وكما وحق الله كما داك الكلام الزوين اللي كتخليو ليا بعد التعليق ديال اخر فيديو، راه ما نقولش لكم ديال اللي قبل منه واعرين، وهادو وعر منكم وعر منهم، وهادو وعر منهم شي حاجه صراحه، البلسم البلسم، يعني الانسان يكون مقلق يكون معرض كيدير من كيقرا الكومونتير، وحق الله العظيم الا كتفاجا عليه الله يفاجا عليكم، والله يرزقكم من فضله، والله يعطيكم من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون، وشكرا لكم بزاف، الله يحفظكم والله يعطيكم كل مناوين، ويا ربي ترخف علينا يا ربي ترخف علينا وهذا الغلاء ما يبقاش ان شاء الله باذن الله، وهذا الشيء اللي كاين، وغنقول لكم السلام عليكم، خليت لكم الراحه وفي امان الله.